أهلا وسهلا بكم. سأقدم لكم في هذا الدرس تقرير عن أربع توزيعات تعتمد بالأساس بيئة المكتب KDE. هذا الدرس استمرار لسلسلة بيئة المكتب KDE، حيث تعرفنا في الدرس الأول من هذه السلسلة عن بيئة المكتب KDE، أهم مكوناتها من حيث سطح المكتب والبرامج. وانطلاقا من هذا الدرس سنتعرف على توزيعات، كما قلت أربع توزيعات مهمة تعتمد على بيئة المكتب KDE. يمكنكم اختيار ما تريدون من هذه التوزيعات لتطبيق باقي دروس هذه السلسلة أي الدروس المقبلة في حال قررتم الانتقال لاستخدام بيئة المكتب KDE. اختيار هذه التوزيعات كان عن تجربة شخصية وأيضا عن طريق البحث في الانترنت والاعتماد على بعض التقارير. تقديم هذه التوزيعات ليس تراتبيا، ليس هذا يعني ان ليس التوزيعه الاولى هي الافضل، ولكن هناك توزيعات اربعه يمكن اختيار ما تريدون منها. هي بالاساس موجهه للمبتدئين، لكن يمكن حتى للمتوسطين والمتقدمين استعمال هذه التوزيعات والاستفاده منها، وربما ايضا الاستفاده من هذا الدرس. اذا ابدا باول توزيعه، هي توزيعات اوبن سورس. هذه التوزيعه توزيعه المانيه، هي تعتمد بالاساس بيئه المكتب KDE، لكن متوفره ايضا بجنوم و XFCE. لو دخلنا لموقع هذه التوزيعه سنجد فيه العديد من المعلومات التي تمكننا من استخدام هذه التوزيعه بدون اي مشاكل. اولا امكانيه التحميل، ندخل على جيتت فنجد هنا امكانيه لتحميل قرص ديفيلي حجمه 4.7 جيجا بايت. هذا القرص يحتوي على بيئة المكتب جنوم وKDE، وأثناء التثبيت يمكنك اختيار ما تريد منها. هذا القرص قرص دي في دي فيه حزمات برامج كثيرة جدا. يمكنك اختيار إما قرص صغير CD جنوم أو KDE حجمه حوالي 700 ميجا فقط. إذن هذا بالنسبة لإمكانية التحميل. إمكانية التوثيق والمساعدة، لو دخلنا هنا على Support و سنجد هنا إمكانية قراءة التوثيق الخاص بالتوزيعة، ولو دخلنا إلى الستارت اب الخاص بالمبتدئين سنجد مقالات طويلة تمكن من البدء باستعمال هذه التوزيعة انطلاقا من التثبيت حتى الاستعمال والتشخيص. هذا هو سطح مكتب توزيعات KDE، توزيعات اوبن سورس عفوا. الان النسخه الاخيره منها هي نسخه 12.2، هناك ايضا نسخه تجريبيه 12.3. اذا هذا هو سطح المكتب اوبن سورس. كما قلت تعتمد بالاساس على بيئه المكتب KDE، تعمل على الواجهه بشكل كبير. هناك تشخيصات كثيره من حيث الجماليات على الواجهه، تعد من اجمل توزيعات لينكس المعتمده على بيئه المكتب KDE. بالنسبه للبرامج، هي لديها مدير أو مدير برامج خاص يسمى بياست. هذا المدير هو ليس للبرامج فقط، بل هو مدير التوزيع بشكل عام. منه يمكن مثلا لدي صورة لمدير البرامج أو مدير التوزيع ياست، يمكن من خلاله التحكم في الاعتاد، التحكم في الانترنت، التحكم في الحماية، البرامج، النظام وأشياء أخرى كثيرة. إذن هناك مركز خاص، مركز تحكم خاص بالتوزيع. على مستوى سطر الأوامر، التوزيع تعتمد على مدير حزمات يسمى بتسيبر. إذن هذا كان بالنسبة لتوزيعات أوبن سورس، هي مناسبة للمبتدئين. يمكن كما قلت أو لم أقل بعد، يمكن أن تشكل بعض الصعوبات لمن ليس له أي دراية نهائيا بلينكس، لكن على حسب تجربتي أي شخص يمكنه استعمال هذه التوزيعة لو تتبع مراحل الشرح الموجودة في هذه الصفحة الخاصة بستارت اب. فيها جميع الأشياء التي يمكن أن يحتاجها أي شخص للبدء باستعمال هذه التوزيعة. إذا هذه توزيعة أوبن سورس في نسختها الأخيرة 12.2. التوزيعة الثانية التي أريد تقديمها هي توزيعات كوبونتو. إذن كوبونتو هي التي أستعمل الآن. كوبونتو هي أوبونتو بواجهة KDE، شيء بسيط. إذن كل من استعمل أوبونتو لو حاول أو لو أراد استعمال كوبونتو سيكون شيء واحد جديد بالنسبة له، وبيئة المكتب KDE. طريقة تثبيت البرامج أيضا عن طريق مركز برمجية أوبونتو أو عن طريق أبتكيت على مستوى الطرفية.
نفس الإعدادات بالنسبة للمستخدمين وما إلى ذلك، جميعها مشابهة على بالنسبة لأوبونتو، نفس الحزمات نفس المخازن تعتمدها أيضا واجهة كوبونتو. إذن كوبونتو هي أوبونتو بواجهة KDE. أنا اخترت هذه منها التوزيعات التي أريد الإشارة إليها، لأن كما قلت من استعمل أوبونتو وأغلبية المبتدئين يستعملون أوبونتو حين يريدون البدء باستعمال لينكس، من استعمل أوبونتو لن يواجه أي مشكلة في استخدام كوبونتو. توجيه أو لنرى موقع كوبونتو، فيه أيضا إمكانية التحميل. لو دخلنا إلى جيت كوبونتو سنجد إمكانية تحميل نسختين، النسخة الحالية، النسخة الحالية هي 12.10، والنسخة طويل المدعومة لمدى طويل الأخيرة هي نسخة 12.04. النسخة المدعومة لمدى طويل هي النسخة المدعومة لخمس سنوات، أي أنك يمكن أن تثبت النسخة 12.04 وتحتفظ بها لمدة خمس سنوات وتحصل على التحديثات دون أي مشكل. بالنسبة للنسخة العادية مدعومة لمدة 18 شهرا فقط، أي عام وستة أشهر. إذن هذا بالنسبة لكوبونتو. يمكن أيضا أخذ نظرة عليها من خلال موقع البرنامج في Feature Tour. هنا ستجد البرامج المتوفرة مع التوزيع، توزيعة كوبونتو، نفس البرامج البدئية التي تطرقت لها حين قدمت بيئة مكتب KDE، برنامج دولفين، ليبر أوفيس. فهذه البرامج أيضا متوفرة في توزيعات كوبونتو. لو أردنا معلومة أكثر عن كوبونتو يمكن أن ندخل لموقع distrowatch.com. هنا سنجد اسم التوزيعة، بيئة المكتب التي تعتمد، معلومات عن البرامج التي عن البرامج التي تتوفر عليها. يمكنكم مشاهدة هذه الصفحة على موقع distrowatch. توزيعات أخرى مشابهة لتوزيعات كوبونتو هي توزيعة لينكس مانت KDE. إذا لو دخلنا إلى موقع لينكس مانت داونلود لينكس مانت 14 النسخة الأخيرة، سنجد هنا إمكانية تحميل النسخة الخاصة بـ KDE. أيضا لينكس مانت KDE هي لينكس مانت بواجهة KDE. توزيعة أخرى مشابهة لكوبونتو هي توزيعة PC لينكس OS. هذا هو سطح مكتب هذه التوزيعة. التشابه بين كوبونتو لينكس مانت KDE و PC لينكس OS وفي مدير الحزمات هي لينكس PC لينكس OS يعتمد أيضا على ديبيان ومدير الحزمات apt، يعني أنك يمكن أن تستعمل فئة طرفية apt-get لتثبيت وإدارة البرامج. إذن هذا بالنسبة لكوبونتو لينكس مانت KDE و PC لينكس OS. التوزيعة الثالثة التي أريد الإشارة إليها هي توزيعة شاكرا. شاكرا توزيعة تعتمد أو مشتقة من توزيعة أرش. يمكن أن بعض سمع بهذه التوزيعة، توزيعة أرش، لكن شاكرا تقدم أرش بطريقة أسهل مما هو عليه بالنسبة حتى بالنسبة للمبتدئين. لكن ما حدث هو أنه في المدة الأخيرة أو من مشاريع مطوري شاكرا هو الاستقلال عن توزيعات أرش. هذا من بين الأهداف التي وضعوها في مشاريعهم. أنا طلعت على بعض ما قدموه في موقعهم. مثلا سنجد أنهم يريدون تطوير أو بصدد تطوير مدير برامج خاص بهم سيسمى أكاباي. سيكون هو معوض أو سيتم تعويض مدير الحزم الخاص بأرش الذي هو باكمان بمدير حزم خاص بتوزيعة شاكرا سيسمى أكاباي. هذا المدير سيكون له واجهة رسومية ستسمى بشامان، والواجهة الخاصة بالطرفية أكاباي. مشكلة أو ليس مشكلة، من يريد KDE فشاكرا توزيعة شاكرا تعتمد على KDE فقط، لا توفر بيئة مكتب أخرى. إذن في موقعها لو أردنا التحميل، لو أردنا تحميل التوزيعة دخلنا إلى Get، سنجد أنها تقدم ملف DVD واحد بحجم 1.6 جيجابايت ببيئة المكتب KDE فقط. إذن هذا بالنسبة لتوزيعة شاكرا. هي لها ميزة أخرى بالنسبة لنوعية التوزيعات
ما يسمى بالتوزيعات المتدحرجة رولين ريليز شكرة تسمى ب أو لديها نوع من الإصدارات يسمى بهالف رولين، أي أنك لا ليس أي أنه ليس هناك ترقية للنسخ، تحمل التوزيع وتقوم بالتحديث فيكون لك دائما النسخة الأخيرة، ليس كما أوبونتو كل 6 أشهر تظهر نسخة جديدة، لكن في شكرة أرش أيضا تقوم بالتحديث فقط وتكون لديك النسخة الأخيرة من التوزيع دون الحاجة للترقية كل مدة معينة. إذا هذا بالنسبة لشكرة، توزيع أخرى مشابهة لها أو يؤشر إلى أن هناك أيضا في موقع شاكرا يوجد ويكي يمكن من خلاله قراءة هذا الويكي ومعرفة كيفية التثبيت. هذا هو سطح مكتب توزيع شاكرا، يمكن من خلال الويكي قراءة كيفية التثبيت. هناك أيضا توثيق جد مهم، أنا بحسب ما قرأت في بعض المعلومات المهمة. إذا هذه الواجهة أو سطح مكتب توزيع شاكرا، من هنا أيضا يمكن من سطح المكتب ستجدون رابط للتوثيق الذي كنت أشرت له هنا قبل قليل. في موقع ديسترو واتش أيضا يمكن إدخال شاكرا، هناك كلمة للبحث وهنا نجد معلومات خاصة عنها، نرى أنها أيضا توزيع ألمانية كأوبن سوزا، أيضا توزيع ألمانية تعتمد على كي دي إي، وهنا نجد البرامج التي تأتي مثبتة معها بدئيا. آخر نسخة هي نسخة كلير كانت في 6 دجنبر الحالي. إذا هذه بالنسبة لشاكرا، توزيع أخرى مشابهة لها، ليس مشابهة ولكن هي أيضا تعتمد على أرش، هي توزيعة مانجارو، لكن الاختلاف هو أن توزيعة مانجارو تأتي ببيئات مكتب مختلفة، افتراضيا تعتمد على بيئة مكتب XFCE، لكن حتى بالنسبة لي لو دخلنا إلى جيت يمكن أيضا الحصول على بيئة المكتب KDE، أي مانجارو ببيئة المكتب KDE. النسخة الأخيرة هي نسخة 0.8.3، لو دخلنا لإمكانيات التحميل سنجد هنا نسخة خاصة ب KDE، هذه هي نسخة حجمها 1.7 جيجابايت. إذا شاكرا ومانجارو تعتمد على أرش، لحد الآن شاكرا لا زالت تعتمد على باكمان، لكن في المستقبل لن تبقى تعتمد على مدير حزام باكمان وسيكون لها مدير حزام خاص بها. مانجارو تعتمد على باكمان لحد الآن وليس هناك أي نية لتغيير ذلك. إذن هذا بالنسبة لشاكرا. آخر توزيعة سأقدم هي توزيعة ماجيا. هذه التوزيعة حقيقة لم أستعملها شخصيا في المدة الأخيرة، لكن استعملت التوزيعة التي اعتمدت عليها أو التي اشتقت منها ماجيا، هي توزيعة مانجارو، وكانت تجربة جد ممتازة معها، خصوصا بالنسبة لسكان المغرب، الجزائر، تونس وليبيا، أي سكان شمال إفريقيا، لأن ماجيا توزيعة فرنسية وفي إعداداتها لديها ما يسمى بماجيا كنترول سنتر، مدير تحكم ماجيا. فيه نرى بعض الصور كي نتكلم، هذا هو ماجيا كنترول سنتر. أنا كنت استعملت ماندريفا، كان أيضا يسمى بماندريفا كنترول سنتر، فيه جميع ما تحتاج للتحكم بالتوزيع من حيث البرامج، العتاد، الانترنت، عفوا النظام، الحماية، وأيضا البوت، الإقلاع. ما كان يميز ماندريفا هو أني استعملتها من سنوات وكانت تتعرف على أغلب المودمات المتواجدة في المغرب، مثلا حتى بالنسبة للمودم الخاص الذي كانت تستعمله اتصالات المغرب في ذاك الوقت، أعتقد لا زالت تستعمله، والساجم فاست 800 و 840، كانت تتعرف على ذاك المودم بشكل تلقائي. إذا من له هذا المودم يمكنه تجربة ماجيا، لا أعرف بالضبط هل لا زالت تلك الخاصية فيها التعرف تلقائي على هذه المدعمات المتوفرة، لكن بالنسبة لماندريفا كانت في هذه الخاصية، خصوصا أني أتلقى بعض الأسئلة عن هذا المدعم. إذن ماجيا مهمة سهلة بالنسبة لها هو السهولة، لحد الآن المشكل هو بالنسبة للجماليات. بالنسبة لي حتى حين أردت البحث عن
خلفية جميلة لتوزيع المجيء لم أجد، هناك تقصير في هذا المجال لحد الآن، لكن من ناحية السهولة بمعنى تعتمد على مضربة فهي سهلة، توفر أيضا لغات عديدة حتى اللغة العربية، خصوصا باللغة الفرنسية فيها توثيق جد ممتاز. لنرى هنا أيضا لدي في التوثيق في الويكي تجدون هنا documentation، لو دخلتم إليها ستجدون newcomers start here، أي بالنسبة للمقبلين على لينكس، وحين تدخلون إليها ستجدون هذه المراحل أو الخطوات مع لينكس وماجيا، كيفية تثبيت ماجيا مع ويندوز، كيفية تثبيت ماجيا من قرص حي، كيفية أو تقديم ماجيا بالنسبة للمبتدئين، إدارة البرامج، بيئات المكتب. مثلا لو دخلنا إلى هذه تقديم ماجيا بالنسبة للمبتدئين فهم قدموها بشكل جميل. هنا مثلا نلاحظ هذا التفرع، تختار أولا ماجيا، تختار أي لغة، أي من أي بلد تريد تحميل النسخة. هنا بالنسبة للمبتدئين يمكنهم اختيار لايف سي دي كي دي اي وجنوم، بالنسبة للمتوسطين يمكنهم اختيار دي في دي كي دي اي جنوم اكس دي، وتجد كل ما تريد مقدم بشكل ممتاز من حيث التثبيت وفي الأخير من حيث الاستعمال والتشخيص. إذا هذا بالنسبة لتوزيع ماجيا، أنصح بها خصوصا لمن يسكن شمال أفريقيا، المغرب، الجزائر، تونس، موريتانيا وليبيا. أيضا لهم دراية باللغة الفرنسية لأن التوزيع فرنسية، لكن متوفرة أيضا باللغة العربية بحيث التعريب ممكن، وهنا التوثيق باللغة الإنجليزية كما رأيتم الآن. ماذا أريد أن أشير هو في الأخير بالنسبة أيضا لديسترو ووتش، أيضا ماجيا متوفرة، هذا هو سطح المكتب الخاص بماجيا كي لا أنسى. في الأخير أشير إلى أن توزيعات أخرى يمكن استعمالها، هذه بالنسبة لي كان فقط اختيار لأربع توزيعات والإشارة لتوزيعات أخرى مشابهة لها. يمكن اختيار توزيعات أخرى مثلا فيدورا ببيئة مكتب كي دي إي جد ممتازة جد مستقرة. مشكل في فيدورا هو البرامج، من ليس له دراية بسطر الأوامر سيواجه مشاكل في التعامل مع البرامج على مستوى فيدورا، لأن لها سياسة متشددة فيما يخص البرامج غير الحرة، لا تقوم بإدراجها في مخازنها، وبالتالي سيكون عليك إضافة مثلا كوديكات الصوت وما إلى ذلك، جميع هذه الأشياء الغير حرة يجب عليك أن تقوم بإدراجها يدويا عن طريق سطر الأوامر أو البحث بنفسك في الانترنت. هناك ايضا توزيعات تسمى بباردوس، هي موجهة، هي توزيعة تركية، من له المام بتركيا او حتى لم يكن يمكنه تجربة هذه التوزيعة، لكن انا انصح بالبقاء في هذه التوزيعات الاربع بالنسبة للمبتدئين، اوبن سوزا، كوبونتو، شاكرا وماجيا، لمتابعة سلسلة هذه الدروس الخاصة ببيئة المكتب كي دي. يمكنكم تثبيت احدها، يمكنكم تجربتها جميعها عن طريق الأجهزة الوهمية، هناك دورة خاصة في الأجهزة الوهمية عن على المجمع. يمكن أيضا استعمال التوزيعة التي تستعملون الآن لو كانت هي توزيعتكم المفضلة، فقط تثبيت الواجهة. طريقة التثبيت ستجدونها في الموضوع الذي قدمت في المجمع، أو دخلنا إلى درس بيئة المكتب ستجدون بعد التقديم ستجدون هنا إمكانية تثبيت واجهة المكتب كي دي اي على أوبونتو والتوزيعات ديبيانية مثلا منت و بي سي لينكس و اس، أيضا على فيدورا تستعملون بدل أبت كيت تستعملون يام، سودو يام انستول كي دي اي ستاندر، فيتم تثبيت التوزيع. أنا ما أعتقد هذا الجزء تثبيت الواجهة فقط سأتعرض له في درس مستقل، أو فقط أقوم بتجديد الموضوع الكتابي ليتلائم مع توزيعات أخرى. بهذا أكون على ما أعتقد انتهيت من هذا الدرس. سيسرني دائما معرفة آرائكم، ما هي توزيعاتكم المفضلة، إن كنتم جربتم بيئة المكتب KDE على توزيع معينة، بماذا تنصحون المبتدئين، وما رأيكم في التوزيعات التي قدمت، من يريد النصح أو نصح المبتدئين بتوزيع ما، أرجو أن يقدم سبب لاختياره لتلك التوزيعة
ولو كان سبب مقتضب وليس فقط اسم التوزيعة فقط. إذن بهذا أكون أنهيت هذا الدرس، ونلتقي إن شاء الله في درس قادم. إلى اللقاء.